أبركم الله. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم أخذ بعض شعر الحواجب الزائد؟ هل هو جائز؟ وإذا كان الشعر كثيفا أو في موضع التقاء الحاجبين، فإن البعض يحلله لقولهم إن فيه ضررا على العين وتشويها في الوجه، هل هذا القول صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من الحاجبين، لأن هذا هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة ولا المتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتنمصة هي التي تطلب من يأخذ شعر حاجبيها، تطلب من غيرها. اللعنة شاملة للفاعلة والمفعول بها ذلك، مما يدل على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب. وأما دعوى أنه مشوه وأنه كذا وكذا، هذا يحتاج إلى تثبت، هذا يحتاج إلى تثبت، ولا يعطى فتوى عامة في هذا الموضوع. إذا ثبت أن امرأة معينة فيها تشويه أو فيها شعر زائد تتضرر به، فحينئذ تسأل أهل العلم وتفتى بخصوصها نظرا لظرفها خاص، ولا يصدر بهذا فتوى عامة لجميع النساء. نعم.